وأهل السنة بعد ذلك ليسوا معصومين، فلا شك أنه يقع من أحدهم الخطأ ويقع من أحدهم المعصية، وهذا إنما هو حكم عام على هذه الفئة والطائفة، أنها طائفة مباركة، أنها طائفة مسددة، أنها طائفة لا يغادرها الحق، هذا حكم عام، وليس يلزم هذا الحكم أن يكون لكل فرد في كل قول أو فعل، وإلا أدى هذا إلى القول بعصمة أحدها ولا قائل بذلك. لا يقول واحد من أهل السنة أن أفضل أهل السنة معصوم، ولا الصديق ولا الفاروق ولا واحد من هؤلاء الأربعة الخلفاء ولا واحد من هؤلاء العشرة المبشرين، كل أولئك يقع منهم الصواب والخطأ وتجوز في حقهم المعصية، لكنهم يقولون إن معصيتهم قليلة، وإن معصيتهم في جانب حسناتهم العظيمة مغفورة ومغمورة. وهم يقولون أيضا إنهم لا يتركون التوبة من معصية وقعت أو مخالفة بدت أو ظهرت،